تحية مجددة مشاهدينا، ونستهل نيوز الجامعة بنشاط وزاري، حيث استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ طاهر حجار السيد سعود هلال الحربي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمقر الوزارة. اللقاء شمل عدة نقاط مهمة حول تطوير وتعزيز عملية التعاون بين الجزائر وهذه المنظمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. نستمع تصريح كل من المدير العام للمنظمة وكذا وزير التعليم العالي والبحث العلمي. مرة رحت على الكويت في الشهر الجو كانت في أمطار. دائما نحب الأمطار. أنا رحت. تشرفت بلقاء يعني معالي الوزير في هذا اللقاء الطيب في هذا المساء الجميل. طبعا احنا الهموم كثيره، يعني اكتشفنا نشترك في كثير من الافكار، لكن النقاط الاساسيه اللي ركزنا عليها انها قضيه التفاعل والتبادل بين المنظمه والجزائر بشكل كبير. الجزائر تملك مخزون ثقافي ومخزون علمي كبير، لديها خبراء في كل التخصصات، واعتقد احنا لدينا خطه استراتيجيه جديده في المنظمه 2017-2022، وهذه تحتاج الى خبرات عربيه ذات مستوى وجوده عاليه. لقاء تبادلنا فيه الآراء والأفكار، وتحدثنا عما يجري الآن على مستوى المنظمة من مشاريع ومن استراتيجيات ومن أعمال تقوم بها المنظمة خدمة للتربية والثقافة في الوطن العربي. وكما تعرفون المنظمة لها دور كبير في التنسيق بين مختلف المنظومات التربوية العربية من خلال تقديم الاستراتيجيات ومن خلال تقديم التجارب ومن خلال تقديم أيضا الدراسات المختلفة، وبطبيعة الحال هم يستعينون أيضا بأكبر الخبراء في الوطن العربي وحتى خارج الوطن العربي.